اهلا بيكم في اختر كارت. موضوع النهاردة ما عملناهش من قبل، وطلبوه من المشتركين الاعزاء اننا نعمل فيديو اختر كارت تاروت بخص الكارما، لكن بنوع اخر. يعني الموضوع هيكون حسب ما قرأتم في العنوان الفيديو، لكن حاول ابسطه. يعني مثلا الظالم ده، هل بعد ما هتقع فيهم الكارما هيجوا ليكم ويطلبوا منكم تسامحوهم؟ هل هيفكوا الأسحار اللي عملوها ليكم بعد ندمهم؟ تمام. هيكون الاختيار حسب بطاقة أول حرف من اسمكم. مجموعة أولى: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء راء دال ذال راء زين سين شين صاد، أو اختيار الهاتف الأبيض ده اللي هنحطه هنا على مرأى الجميع. أرجو إن الأحرف كده كلها واضحة قدامكم. هي واضحة قدامكم. المجموعة الثانية: ما تبقى من الأحرف: ض ط ض عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو وياء، أو اختيار البيضة الوردية أو البنية دي. نبدأ على بركة الله مع الطاقة العامة بتاعتكم. عاملين ازاي؟ عايشين ازاي؟ طاقتكم ايه حاليا؟ هندور على طاقة الستات وطاقة الرجالة اللي موجودين في يعني في المجموعة الأولى من تاروت كارما أو كارما التاروت، فيما يخص هل الناس اللي ظلموكم بعد ما هيندموا هيفكوا الأسحار؟ إن شاء الله كل خير ليكم، وربنا يبرد قلبكم من الغصة اللي في قلبكم. طاقة الستات وطاقة الرجالة موجودة عندنا. مش انت وحبيبك او انت وابوك او انت واخوك او انت وزوجك، لا، في رجاله بيتفرجوا معانا هنا في الفيديو، وفي ستات بيتفرجوا على الفيديو. الستات اللي بيتفرجوا على الفيديو ده طاقتكم اهي. طاقة الرجاله اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو اهي. الستات هنا طاقتكم طاقة انعزال، طاقة انعزال وطاقة انتظار أخبار الناس دول، أخبار الناس اللي ظلموكم. انعزلتم، ربما أنتم عملتم نوع من التشافي أو عاوزين تعملوا نوع من التشافي بالانعزال ده. أقول لك، عزلت نفسك من الأصدقاء، من الأفراد العيلة، من الكلام الأخذ والرد في الكلام، أو القعاد في مجموعة كده أو حاجة زي كده، أو أنت بحد ذاتك سحبتي نفسك من بعض الحاجات اللي أخدتي منها دروس، أصبحتي تاخدي حذرك من كل حاجة بتشكي فيها. الفئة الثالثة، البعض منكم كمان يا إما عملتي تشافي، أو أنت دلوقتي تعملي نوع من التشافي، يا إما من الظلم ده أو من أسحار اتعملت لك. وغالبا الستات هنا معظمكم أنتم هنا قاعدين في مواقع التواصل الاجتماعي منتظرين فيديو بتاع كارما ينزل، رغم انكم فقدتم شوية فقدتم يعني الامل انه الكارما دي تيجي، لكن بسماعكم لفيديوهات الكارما زي مثلا دلوقتي او فيديوهاتي بتحسوا بنوع من الراحة، بيديلكم نوع من الامل، او بيخليكم تعيشوا السيناريو ده، انكم بتشوفوا الناس اللي ظلموكم اتأذوا زي ما أذوكم. طاقة الرجالة هنا، طاقة الرجالة عندكم خيبة أمل داري بيها ربنا، خيبة أمل داري بيها ربنا. ليه؟ لأن هنا البعض منكم اتأذى من أعز إنسانة في حياته. أقول لك زوجة، أقول لك أم، أقول لك خالة، عمة كانت مربياك، أو حاجة زي كده. شايفين انه الظلم اللي اتظلمتم به، ايها الرجاله اللي يعني بتفرجوا على هذا الفيديو، الظلم اللي اتظلمتوه، كل الظلم اللي ظلمتوه من الدنيا حاجه كوم، والست دي ظلمها كان كوم تاني، هو اللي ارداكم ارضا. عارفين او حاسين اتعمل لكم سحر بمساعده اطراف تابعه للست دي. البعض منكم اتاذيتم في شغل، في علاقة، في جواز، في أي حاجة، شايفين إنه ما كانش عندكم حظ فيها.
لأن حياتكم سابقا كانت وردية ودلوقتي شايفينها ضلمة في ضلمة في ضلمة في ضلمة، مشاكل ورا مشاكل ورا مشاكل. دي كانت طاقتكم العامة، الرجال اللي بتتفرجوا على هذا الفيديو والستات اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو. نيجي دلوقتي للموضوع المهم في القراءة دي. هل الناس دول اللي ظلموكم واللي عملوا لكم أسحار وقت ما هتقع لهم الكارما، هل سيندموا ويجوا لعندكم تسامحوهم ويفكوا الأسحار اللي عملوها؟ نبدأ على بركة الله. طاقة الناس دول حاليا غالبا البعض منكم، الناس دول بصوا هنا قراءة عامة، تمام. اللي مش فاهم لحد دلوقتي القراءة عامة، لان في تعليقات كتيرة شايفة ان في ناس مش فاهمة ما معنى القراءة العامة، لانه في ناس بتكتب لي القراءة غلط. دي قراءة معمولة لالاف من الناس، في ناس طاقتهم موجودة هتنطبق، في ناس للأسف طاقتك مش موجودة. مش معناه إن القراءة غلط، معناه إن طاقتك مش موجودة، لأنه في ناس هتقرأي في التعليقات الكلام اللي هقوله هينطبق عليهم. شكرا. طاقة الناس اللي ظلموكم هنا، هما لحد دلوقتي مش عارفين إنهم ظلموكم وأذوكم وإنكم بتدعوا ربنا عشان ينتقم ليكم، مش عارفين، مش حاسين بظلمهم ليكم في الطاقة الحالية دلوقتي وانتم بتشاهدوا هذا الفيديو. هم عايشين حياتهم عادي، كل حاجة عادي، بيواجهوا مشاكل عادي، لكن ما عندهمش تفكير او تركيز او علم انكم انتم بتدعوا عليهم. وغالبا انتم حسب الطاقة بتاعتهم، هم علاقتكم معاهم مقطوعة، ما فيش كلام معاهم، او يدوب فيه كلام صغير كده قصير مش كتير، ما فيش تعامل كبير ما بينكم. لكن هم دلوقتي مش حاسين باللي عملوه فيكم، او هيعرفوا او عارفين انه في كارما هتجيلهم، والكارما دي تؤكد هنا بالكارتين دول والكارت ده، وده اللي هيجازيكم به ربنا. يعني الناس دول اللي ظلموكم هتجيلهم الكارما دي لا محال. اي نعم في ناس هيقولوا لي طولت وانا عشت 20 سنه من عمري، 18 سنه من عمري، 15 سنه من عمري. انا بحد ذاتي عشت 26 سنه. عارفين ما معنى 26 سنه؟ لكن عمري ما استنيت الكارما ولا وقفت حياتي بسبب الناس دول. عشت حياتي وكونت نفسي وكونت شخصيتي، اعوذ بالله من كلمه انا، وشاء القدر ان ربنا يوصل لي المعلومه إن الناس اللي ظلموني قبل 26 سنة نالوا جزاهم عبر طول السنين دي. مش نالوا جزاهم بعد 26 سنة، لا، طول السنين دي كل سنة ربنا بيأذيهم بحاجة. أنا ما كنتش بدور عليهم عشان كده ما سمعتش إيه اللي حصل في السنين دي، لكن مؤخرا جاتني خلاصة 26 سنة حصل فيها إيه ككارما عليهم. يعني تصوروا 26 سنة وهم بيعانوا ليه؟ لأني أنا جددت طاقتي إلى طاقة تفاؤل وأمل، وسبت طلعت ملفي لربنا، وربنا هو اللي بدأ يشتغل كل سنة يدي لهم حاجة، والحمد لله. فتفاؤلوا خيرا تجدونه، لأن اللي ظلمك مش هيجي عندك للبيت افتح عليا، أيوة أنا ظلمتك وحصل لي كذا 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 كذا. دي يعني قليلة جدا ما تحصل. فهنا كارما هتيجي زي ما قلت لكم دلوقتي بقرار من عند ربنا، تحيي ظلم يعني ظلم استعمل ضدكم، هيدخل في حياة الناس دول اللي ظلموكم، الناس دول اللي حرموكم، أقول لكم من الخلفة
حرموكم من انكم تدافعوا على نفسكم، اتهموكم في اعز حاجه عندكم، فرقوا حتى ما بينكم ما بين الناس اللي بتحبوها، سواء زوج، اخ، اخت، ام، شغل، اي حاجه. لان هنا قدروا بطريقه مش من الطريقه الندل، يعني فيها نداله، الطريقه دي كانت طريقه نادله جدا. ليه؟ لانه هم استعملوا طيبه قلبكم، عفويتكم، عدم، ما اقولش الذكاء، لا لا ما اقولش تركيز، لكن انتم تعاملتم بحسن نيه، وده كان السلاح بتاعهم عشان يقدروا ياثروا عليكم انتم. بس ما كانوش عاملين حساب انه كما تدين تدان، زي ما كانت بتقول امي الله يرحمها، العجلة في الدنيا دي كل مرة بتلف، اللي كان فوق يرجع لتحت واللي كان تحت يطلع لفوق. فهم في مدة معينة من الزمن عاشوا فوق وانتم كنتوا تحت، لكن دلوقتي العجلة هتتقلب، هم يرجعوا تحت وانتوا تطلعوا فوق، ويديلكم ربنا جزاء صبركم طول المدة دي اللي صبرتوها. في خير جميل جدا جايلكم، فرحة تدمع عليها العين، سلام، أمان، راحة نفسية، وراحة في قلبكم، وراحة في عقلكم ما كنتوش تتصوروها. ده حتى البعض منكم هنا، يا إما أقول لكم أنت بتسكني أو أنت يعني في المدينة المنورة في السعودية، أو عندكم أمنية أنكم تجيبوا عمرة أو تحجوا، أو حجيتوا وعجبتوا عمرة وبتدعوا لربنا، في هنا قرب للمكة المكرمة، في دعاء هنا مستجاب، وهيستجاب بأجمل الطرق ما كنتوش أصلا مستنيينها. ليه؟ لأنه ده قرار مكتوب من عند ربنا، إنه فيه عدالة، مهما طغى الظالم هيوصل للنقطة دي ويتقطع راسه. تمام. فالناس دول هيجوا لعندكم، هيتوجهوا لعندكم، وحاولوا انكم تسامحوهم، هيجربوا عدة مرات او هيبعتوا حد عشان يكلمكم. تمام. هيقولوا لكم ايه ويعملوا ايه، هنشوف دلوقتي هيقولوا لكم ايه وهيعملوا ايه. الناس دول قلت لكم هيجربوا عدة مرات، غالبا البعض منكم مشاكل بتخص علاقة ثلاثية، أطراف تدخلت في حياتكم، خربت عيشتكم، سرقوا لكم فلوس، فرقوا ما بينكم وما بين حد تحبوه، حتى حرموكم من العيال اللي البعض منكم ربما بسبب أسحار عملت، أعمال روحانية عملت، أصبحتي ما تخلفيش، أقولك عندك تكيس في المبيضين، أقولك عندك مشكلة في الرحم، ورم في الرحم، أقولك تحملي كتير وتسقطي كتير، أو توفالك مولود، أو توفيت لك بنت أو ولد، وربنا يرحم أي حد ميت، ربنا يرحم موتاكم وموتانا. الناس دول نعم عملوا لكم أسحار، عملوا لكم، سرقوا لكم فلوسكم، فرقوا ما بينكم ما بين الناس اللي بتحبوهم، اي نعم، لكن هيكونوا مترددين في اي طريقه هيجوا لكم ويطلبوا منكم تسامحوهم كل مره، لان الحصان هنا بيمشي وهنا متوقف، كل مره يفكروا فكره بعدين يتوقفوا، لا ربما الفكره دي مش كويسه، اروح له بالشكل ده، لا
بالشكل ده، لا بالشكل ده، لا بالشكل ده، هنا الكابس وهنا البنتكل. مرة يفكروا يرجعوا لكم حقوقكم أو يرجعوكم في العلاقة على حسب، لأن دي قراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع. التردد ده هيدخلهم في شقاء نفسي ما يعرفوش يعملوا أي حاجة تقدر ترضيهم وترضيكم. هيكونوا أهم الأوراق قدام عدالة ربنا، الكارما اللي هتيجي، هيجوا 80% منكم الناس اللي ظلموكم دول هيكونوا عاوزين يعوضوا لكم اللي فات ده او الظلم ده بالفلوس، يا اما يرجعوا لكم حقكم في الارث، يا اما يرجعوا لكم فلوسكم، يا اما يقترحوا عليكم اقتراح لما اقترفوا لحل مشكله اللي اقترفوها في الماضي. بمعنى هل هيفكوا السحر اللي عملوه؟ للأسف هتكون عندهم رغبة في فك السحر ده، لكن هيكون الوقت اتأخر، لأنه السحر ده اللي عمل السحر يكون اتوفى وهم ما يعرفوش الطريقة. هم ندمانين يجروا ورا السحر ده، لكن السحر ده جفوقه كارت القديس، يعني فيه وفاة، والكارت تري اوف وانتس فيه وفاة هنا للشخص اللي بيجروا وراه عشان يفكوا لكم، عشان يهدي لكم الهدية دي اللي هو فك السحر اللي اتعمل. هيكونوا عاوزين يعملوا ده لكن بعد فوات الأوان، يكون السحر ده اتوفى، لأنهم هم مش هيعرفوا يفكوا السحر لوحدهم، لازم اللي عمل السحر هو اللي يفكه أو معالج هو اللي يفكه. فهنا ما تقوليليش يا خرابي ومش خرابي ومش عارفة ايه ومش عارفة ايه. لكل شيء عمله خلقه ربنا فوق كوكب الأرض له حل. اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك. واحد يمرض يروح عند الدكتور، الدكتور يكشف عليه يديله علاج. عارفة أنكم تحتوا سقطتم في نصابين وكذا وكذا وكذا، لكن في ناس بتعالج بقدرة ربنا، الشفاء من عند ربنا، الإنسان إلا ما هو سبب، تمام؟ فعاوزين السحر ده يتنزع، شوفوا أي معالج أنتم تثقون فيه ينزع لكم السحر ده. وبين قوسين، واحدة كتبت لي في التعليقات لما بنقول اعملوا لايكات وكذا وكذا وكذا، قالت لك واحنا نعمل لايك وانتوا تعملوا ايه، واحنا حالتنا تحت الصفر واحنا فقراء. وانا يعني انا ساعة برغي في البيجو، بدي طاقة، بدي مجهود، ساعات من وقتي ومن صحتي، ومشتركين عارفين اني مريضة، تمام؟ ده كله طلبت منكم فلوس؟ لا، بيجي لكم الفيديو لحد بيتكم، لحد البيت وانتوا قاعدين، حته لايك جايه تقولي لي مش عارفه ايه. فكل واحد من فضلكم ده من النوع من انواع الظلم، انسان بيتعب وتبخلوه في شقه في عرقه على انكم تعملوا لايك او تكتبوا تعليق. ما طلبناش منكم تدفعوا فلوس، ما طلبناش منكم اي حاجه، قلنا لكم لايك، اعملوا لايك على الاقل او تعليق، تمام؟ تمام. قبل من أكمل أود أن أقول لكم أن يوميا على الساعة 7 المغرب مساء بتوقيت الجزائر أو الساعة 9 ليلا بتوقيت السعودية بنعمل بث مباشر يوميا للدردشة لتثقيف من الجانب الروحاني والنفساني، وكمان إجابة على الأسئلة 10 أورو أو دولار للسؤال الواحد، ما عدا يوم الأربعاء نعمل بث مباشر للإجابة مجانا على الأسئلة على الناس اللي بتدعم القناة، تمام؟ تمام، شكرا. الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، برج السرطان، برج الدلو، وبرج الحوت. 80% برج الجوزاء، برج الميزان، وبرج الأسد. 60% برج الثور، برج العقرب، وبرج العذراء. أما 50% برج القوس، برج الحمل، وبرج الجدي. إلى هنا ما تبخلوناش بلايكاتكم. إلى هنا وصلنا نهاية القراءة الأولى، نمر مع أصحاب القراءة الثانية، تمام؟
اللي أول حرف من اسمه من الأحرف دي، أو اللي اختاروا البيضة الوردية أو البنية دي. أعتذر. أول حاجة نعملها نشوف الطاقة العامة بتاعتكم الرجالة والستات. عشان ما تكونش الطاقة زي بعضيها نخلط الكروت. هنشوف الطاقة العامة بتاعت الستات وبتاعت الرجالة اللي بيشاهدوا هذا الفيديو. بصوا قلبكم عامل ازاي، الكروت مش عاوزة تتخلط مع بعضيها، عندكم غصة كبيرة في قلبكم امام يعني قصاد الناس دول اللي ظلموكم. حتى الكروت تقيلة في ايدي. نشوف طاقة الرجالة وطاقة الستات اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو. طاقة الستات سبحان الله، رغم ان انا اخلطت الكروت قدامكم، طاقة الرجالة يلا انتوا فين اهم. طاقة الستات هنا وطاقة الرجالة هنا. طاقة الستات اللي بيشاهدوا هذا الفيديو، البعض منكم لحد دلوقتي بتعانوا من ظلم بعض الناس ليكم، الناس دول اللي ظلموكم لسه لحد دلوقتي بتعانوا من كتر معانيتهم من ناحية الناس دول أو الإنسان ده، أصبحتم لا تثقون حتى في ظلكم. تمشي في الشارع عندك ظلك بيتبعك، بتشك انه مش ظلك من كتر ما اتلسعت كتير. غالبا البعض منكم وصلت لكم معلومة انه الكارما دي حصلت للناس اللي ظلموكم، لان هنا في رسائل اخبار جاية لكم او جات لكم فيما يخص ناس كانت بتتلعب بمشاعركم او تتلعب بيكم ظلماكم يعني. وانتم دلوقتي دخلتم الفيديو ده جالكم الفيديو ده زي ما لو كان حلقة من مسلسل بتتفرجوه، عاوزين تعرفوا الحلقة الأخيرة هل الناس دول اللي ظلموكم لما بتحصل لهم الكارما أو لما حصلت لهم الكارما دول هيجوا يعني يطلبوا منكم انكم تسامحوهم أو هيفكوا السحر اللي عملوه لكم. دي طاقتكم انتم الستات. طاقة الرجالة هنا، طاقة الرجالة هنا ربنا يكون معاكم، بتمروا مرحلة صعبة مادية. أقول لكم اتضحك عليكم في مبلغ من المال، أقول لكم حرمتم من ميراث بتاعكم، اتلعب عليكم في الميراث من الأعم من الأخال حاجة زي كده، حتى الأم اللي متسلطة. لكن أغلب حاجة هنا وجعاكم إنه الأمور المادية عندكم مش عاوزة تستقر، وخاصة الرجالة اللي عايشين في بلد مغتربين غير البلد بتاعهم، أو عندكم اختلاف في اللهجة حتى ولو كنتم في بلدكم ما غادرتوش البلد، عايشين في وسط ناس ما عندهمش نفس عادات والتقاليد بتاعكم، أو أنتم حاسين نفسكم جايين من كوكب تاني. الناس دول زي أنا مثلا بعض الأحيان بحس نفسي جاي من كوكب تاني لما أشوف تعامل الناس. الإنسانية انعدمت، الكلمة اتعدمت، الثقة انعدمت، والخوف من ربنا اتعدم، فبحس نفسي جاي من كوكب تاني. أقول إزاي يعني، مش معقول الناس أصبحت ما بتخافش ربنا، ما عندهاش إنسانية. فأنتم أصبحتم كده، انتم بتشقوا وعاوزين تستعملوا كل الطرق. فئة صغيرة اللي هتكلم عليها دلوقتي، فيه رجل او اتنين كحد اقصى تلاتة من الرجالة بيتفرجوا هنا. بكل احتراماتي الكلام اللي هقوله مش منطبق على كل الرجالة، فيه اتنين تلاتة ماكسيموم يعني كحد اقصى. تاخدوش الكلام بتاعي ده على اني بتهم كل الرجال اللي بيتفرجوا، لكن الراجل اللي هتكلم عليه هنا هو هيعرف نفسه، انا بعرفوش. يعني دي قراءة لان الطاقة وصلتني. تمام. فيه تلات رجال او اتنين رجالة او راجل من اللي بيتفرجوا،
استعملتم أو عاوزين تستعملوا كل الطرق المتاحة للخروج من أزمات مادية عشان تحققوا عفوا أحلامكم، لأنه أحلامكم لحد دلوقتي محققتوهاش، شراء عربية، شراء بيت، تحسين الوضعية المادية بتاعتكم، أو فتح مشروع حاجة زي كده، أو تطوير مشروع أو حاجة زي كده. بكل احتراماتي يعني أنا خايفة أتكلم، مش خايفة أتكلم يعني مش عاوزة أأذي حد، لكن إحنا ما فيش ملاك فوق الأرض، كلنا بنغلط. تمام، لأن هنا في الفئة دي اللي بتكلم عليها دلوقتي، لا استعملتم، لا شفتم لربنا، ولا شفتم للإنسانية، ولا شفتم لأي حاجة. أنتم المهم بالنسبة لكم، زي ما اتظلمتم، شايفين إن الزمن ظلمكم، إن الناس ظلموكم، أصبحتم تدوسون على أي حاجة تيجي في طريقكم، المهم الوصول إلى الغاية. فأنتم بتقولوا الوصول إلى الغاية تبرر الوسيلة، أو الوسيلة تبرر الغاية. بكل احتراماتي، فدي كانت طاقتكم. نشوف دلوقتي حيثيات، هل الناس اللي ظلموكم دول هيعترفوا بظلمهم وهيغيروا أو يجوا يطلبوا منكم إنكم تسامحوهم؟ وهل اللي عملوا لكم أسحار هيفكوا السحر ده، هيبطلوا السحر ده؟ بصوا، غالبا هنا البعض منكم، الإنسان والإنسانة اللي ظلمتكم اتوفى، ولسه انتم شادين الغصة دي بتاعت الشخص ده. طاقة الناس اللي ظلموكم، زي ما قلت لكم، هي البعض منكم، الإنسان ده اللي ظلمكم اتوفى، وفاضلين عياله وأهله عايشين في نعيم وانتم لأ. شايفين عياله عايشين في خير ورزق وتقدم في الحياة وخلفة ودروق يعني، وشهادات وشغل وفلوس وشقة وفيلا ربما، عربيات كذا كذا كذا، لكن انتم ما فيش حاجة، انتم بتمشوا بقدرة ربنا. لكن هم شايفين، هم في طاقتهم هنا طاقة التقدم في الحياة، استغلال كل ما هو جديد، ربما عاشوا مدة زمنية من الوقت بكل الانفراجات اللي كانوا هم يتمنوها، يعني توصلوا لمبتغاهم. لكن طاقتهم الحالية بكارت 3 of Pentacle وكارت ده اللي هو 7 of Wands، معناه انه حان توقيف بقرار من عند ربنا الخير اللي عايشين فيه الناس دول. لان البعض منكم غالبا في طاقة الناس اللي ظلموكم هنا، فيه طاقة بتقول جاية من عندكم تقول انه البعض منكم وقفتم، انتم نزعتم السحر اللي ظلمتم اللي عملوه لكم، تشفيتم من السحر ده، او عملتم علاج للسحر ده. تمام، نكمل. هل الناس دول هيجوا لعندكم ويطلبوا منكم تسامحوهم وفكوا السحر ده؟ للأسف يا أصحاب المجموعة الثانية، الناس دول اللي ظلموكم ناس نرجسية باغضة مبغوضة. بصوا، انتم مستنيين الكارما وانهم يجوا عندكم، هم رافضين رفضا تاما، ولا عاوزين يتكلموا معاكم، ولا عاوزين اصلا تشوفوهم وهم في المحنة بتاعتهم. لان هنا بكارت العالم وبكارت الديث فيه قرار كوني من عند ربنا إن الكارما دي تيجي عليهم، لأن ربنا منصف، كان غنيا أو فقيرا، إذا كان ظالم هياخد جزاؤه، زي ما نشوف هنا الملك الملقى في الأرض.
طلوع الشمس، ظهور الحق، بإشارة من عند ربنا. هنا القديس بإشارة من عند ربنا إنه حق ربنا بيجيبه من الغني ولا الفقير، من الإنسان اللي ظلم. أنتم في طاقة الانتظار ده بقالكم إيه؟ أقول لكم سنين، 20 سنة، أقول لكم 18 سنة، أقول لكم 35 سنة أصلا للبعض منكم، وأنتم بتستنوا يعني تشوفوا الكارما دي أو يحسسوكم إنهم ندمانين أو ينزعوا السحر ده. للأسف الناس دول من كتر الحقد اللي في قلبهم، الجشع اللي في قلبهم، ناس عاوزة تستحوذ على كل حاجة، أو استحوذت أصلا على حاجات كتيرة كانت خاصة بكم أنتم، سواء إرث، سواء مجوهرات، سواء شريك في الشغل، حاجة زي كده. عملوا إيه؟ عاوزين يستحوذوا أكتر فأكتر ويزيدوا في بطشهم. لكن اللي جاي لهم قطع. البعض منكم متوفي، اتوفوا الناس دول اللي ظلموكم، وهم دلوقتي عند ربنا وهيتحاسبوا يوم الحساب حساب كبير جدا. الفئة التانية، هل الناس دول هيفكوا السحر ده ولا لأ؟ للأسف الربط الأول، الربط الثاني، والانتظار ده اللي طال وقته. وغالبا البعض منكم هنا السحر اللي اتعمل لكم بأعضاء بشرية، زي ما نشوف هنا الصبي المتصلب هنا في الحجر، واتنين هنا كمان. يا إما استعمل السحر في المشيمة، المشيمة اللي هي الكيس اللي بيعيش فيه البيبي الصغير لما يكون عايش في بطن أمه. فالسحر هنا، الناس دول حياتهم كلها أسحار، ظلم، بطش. هل هي الكارما هتيجي؟ طب هل لما تيجي الكارما بعديها هل هيقولوا لكم، رغم ان الكروت هنا بتقول رافضين رفضا تاما انهم يطلبوا منكم تسامحوهم، هل هيجوا عندكم ويقولوا لكم؟ بصوا الناس دول عندهم 100 وش. الناس دول مش هيعرفوا انها كارما، لا، هيحسوا انكم انتم بتعملوا لهم اسحار، هيحسوا انكم انتم مش تعيتوا عليهم. لا، اللي قلت لكم الناس دول ما عندهمش انسانيه، ما عندهمش ضمير، هيفتكروا انكم انتم عملتوا لهم اسحار وانتم بتاثروا عليهم بالاسحار دي، فهيحاولوا يتقربوا ليكم عشان يعرفوا انتم في الحقيقه بتعملوا ايه. اهو يتقربون لكم عشان يعرفوا انتم بتعملوا ايه. زي ما لو كانت الست دي جت للصبيه دي، هو ابوك بيعمل ايه وامك بتعمل ايه، يتجسسون عليكم عشان هم مش فاهمين اصلا الكوارث اللي هم فيها سببها ايه، لانهم هم وما لهم الله بغضا، نسيت الجمله دي، يعني قلبهم اسود، من كتر قلبهم اسود الناس دول مش هيتقربوا ليكم عشان تسامحوهم، لا، هيقربوا ليكم عشان يؤذوكم اكتر ويعملوا لكم اعمال اكتر. فللاسف هنا مش هيكون في فك للسحر الا اذا انتم اجتهدتم وشفتم معالج يفككم السحر ده، يا إما ترحصوا نفسكم من الناس دول، إن الناس دول مصيبة، يعني مش ناس كويسين، ولا هيعترفوا بالخطايا بتاعتهم. لكن ربنا هنا في الكارت ده، ربنا هيجازيكم أنتم على إنه هيحط لكم في طريقكم حد، يا إما يوديكم لمعالج، يا إما هتتلاقوا بالمعالج المناسب ده اللي مع العلاج بتاعه هتبدأوا حياة جديدة إن شاء الله، زي ما نشوف البراعم الصغيرة اللي خارجة من العصا دي. تمام. نشوف دلوقتي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80 60 و50%.
قبل ما احط الكروت اود ان اطلب منكم فضلا وليس امرا تعملوا لايك تعليق، وما تنسوش كل يوم عندنا على الساعه 7 المغرب بتوقيت الجزائر او الساعه 9 ليلا بتوقيت السعوديه فيديو مطول زي كده ينزل كل يوم عشان تكون عارفين بالموعد. المواضيع هتكون مختلفه، وكل يوم على الساعه 9 ليلا بتوقيت الجزائر او على الساعه 11 ليلا بتوقيت السعوديه عندنا بث مباشر لنعمل دردشه وكمان اجابه على الاسئله. السؤال الواحد 10 اورو او 10 دولار عبر السوبر شات في سائر الايام ما عدا يوم الاربعاء اللي هيكون فيه اسئله مجانيه للناس اللي بتدعم القناه. شكرا لكم. الابراج التي تنطبق عليها القراءه 100% برج العقرب، برج الثور، وبرج الاسد، 80% برج القوس، برج الدلو، وبرج الحوت، 60% برج الجوزاء، برج الحمل، وبرج الميزان. أما الأبراج المتبقية سرطان، جدي، وبرج العذراء 50%. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى، مع السلامة.